إسرائيل اقتربت من التوقيع والإعلان عن حلف مع عدد من الدول الشرق أوسطية والخليجية من أجل مواجهة إيران وفصائلها المسلحة، وهذه التفاصيل كلها نشرت يوم أمس من قبل The Times of Israel. وهذه الأنباء التي نشرتها The Times of Israel هي تأتي بعد انتهاء قمة النقب التي حضر فيها طبعا 6 من وزراء الخارجية بهذا الشكل، هنا كما نرى الإمارات العربية المتحدة وكذلك مملكة البحرين ومصر وأيضا المغرب، بحضور طبعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد. وهذه طبعا القمة التي تمت وعقدت في جنوب إسرائيل أدت طبعا الآن وبدأت تظهر نتائجها، كما هو واضح بأن هذا الحلف الآن والحديث من قبل The Times of Israel هو أكدت بأن عملية هذا الحلف هو يهدف للتصدي إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية، بغض النظر إذا كانت قادمة من داخل إيران أو قادمة من الفصائل المسلحة في العراق أو الفصائل المسلحة في إيران أو حتى من حزب الله اللبناني بشكل عام. ومواجهة كل هذه التحديات هي تأتي من خلال تعاون بين إسرائيل والبحرين والإمارات، من خلال تعاون استخباري عالي، تعاون مشترك أمني عالي بين هذه الدول. المعلومة تنقل بسرعة بين هذه الدول في حالة أي تحرك بالصواريخ البالستية أو حتى في الطائرات المسيرة، وهذه تأتي لعدد من الأسباب. هذا الحلف أصبح قريبا لعدد من الأسباب، واحدة من الأسباب المهمة هي تعرض الإمارات العربية المتحدة إلى العديد من الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من قبل جماعة الحوثي، بل إن كان هنالك أيضا فصيلا مسلحا في العراق أعلن مسؤوليته عن إحدى الهجمات التي قام بها، وهذا الفصيل هو فصيل ألوية الوعد الحق. لم نرى هذا الفصيل كثيرا ولكنه أصبح معروفا بعد الهجوم الذي تبناه على الإمارات العربية المتحدة بالطائرات المسيرة. وكريتيكال ثريتس يوم أمس نظرت إلى هذا الفصيل تحديدا ووجدت وحللت بأن هذا الفصيل هو يعتبر وعبارة عن شادو ميليشا، أي بما معنى بأنها من ميليشيات الظل، وأن هنالك فصيلا مسلحا معروفا وكبيرا في الداخل العراقي هو الذي يجعل من هذه الفصائل المسلحة أو فصائل ألوية الوعد الحق كواجهة لمثل هذه العمليات الخارجية، إذا كانت على الإمارات العربية المتحدة أو أي دولة أخرى مثل المملكة العربية السعودية. وعلى هذا الأساس أيضا من هذا الحلف، ولماذا هذا الحلف اقترب الآن بحسب The Times of Israel، فإن كانت هنالك أيضا الشهر الماضي طائرتان مسيرتان قادمة من الداخل الإيراني وتمكن التحالف الدولي في إقليم كردستان من إسقاطها طبعا الشهر الماضي، وبعدما قاموا بفحص هذه الطائرة وجدوا بأن هذه الطائرات كانت موجهة إلى أهداف موجودة في الداخل الإسرائيلي، وبعد ذلك شهدنا الصواريخ البالستية التي سقطت على إقليم كردستان، التهديدات على المملكة العربية السعودية إذا كانت من قبل جماعة الحوثي أو حتى الشبهات التي جاءت على عدد من الفصائل المسلحة التي طبعا في السنوات الماضية كان هنالك اتهامات لفصائل في الداخل العراقي كانت قد استهدفت المملكة العربية السعودية. على هذا الأساس طبعا هذا الحلف كما تحدثنا أصبح قريبا، وكذلك التايمز أوف إسرائيل وجدت بأن البحرين لديها موقع استراتيجي مهم قريب هي والإمارات العربية المتحدة من إيران، بل أيضا قريبة من العراق، وبالتالي هي ستضبط العديد من الأمور الأمنية التي تأتي في هذه المناطق من تحركات إيرانية أو من فصائلها المسلحة، وهذا ما قالته The Times of Israel. تتمثل إحدى فوائد الحلف في أن الإمارات والبحرين أقرب إلى إيران والعراق، حيث يوجد موطن لفصائل مدعومة من إيران، وقد يسمح قربهما لسلاح الجو الإسرائيلي باكتشاف التهديدات في وقت مبكر، بل إن هذا الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك. الأمر ليس فقط في هذا الحلف، بل إن هنالك أيضا الميدل إيست مونيتور هي نقلت من مصادر عبرية إسرائيلية أكدت بأن الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمغرب قاموا بالتوجه مباشرة أثناء قمة النقب وطالبوا الولايات المتحدة وإسرائيل بالسماح لهم
لشراء القبة الحديدية، وهذا هنالك سبب للقبة الحديدية، لماذا تتوجه إليها مثلا الإمارات أو البحرين؟ سبب مهم جدا، أن القبة الحديدية أساسا هي مكونة من ثلاثة أجهزة، طبعا جهازا راداريا وجهازا هو الذي يعمل على عملية الإدارة للإشارات التي ممكن أن يستقبلها من الرادار، وبعد ذلك تأتي منصة إطلاق الصواريخ. وأن القبة الحديدية هي لديها إمكانية التحرك من منطقة إلى أخرى، وهي مبنية على أساس حماية المدن، أي أن أي مدينة مكتظة بالناس، أي منطقة حيوية مثل المناطق النفطية أو المناطق التي تتواجد فيها منشآت نفطية أو حساسة أو حيوية، فالقبة الحديدية قادرة على حمايتها، ولهذا السبب هم توجهوا إليها. فمعنى وباختصار شديد جدا بأن لو كان هنالك صاروخا على سبيل المثال انطلق على أي من هذه الدول، فستكون هنالك كما تحدثنا رادارا سيضبط هذه الصواريخ، سيعطي إشارة مباشرة إلى نقطة التحكم، وبعدها ستذهب الإشارة إلى منصة إطلاق الصواريخ للقبة الحديدية التي يتواجد فيها طبعا 20 صاروخا، وتستطيع من إصابة أهدافها على ارتفاع 45 ميلا، نتحدث هنا عن أكثر من 72 كيلو مترا. وعلى هذا الأساس عندما تطلق الصواريخ وتتصدى إلى الصاروخ، هذه الصواريخ للقبة الحديدية هي ليست بحاجة لاعتراض الصاروخ وضربه، لا أبدا، بل هي تقترب من الصاروخ قدر الإمكان، وبعد ذلك تنفجر بهذا الشكل وتدمر الصاروخ، وبالتالي تؤمن حماية المدن بهذه الطريقة. وعلى هذا الأساس فإن الإمارات والبحرين بهذا التوجه بحسب ما نشرته الميدل إيست مونيتور، فإنهم يريدون الآن ضمان الأمور، دع القبة الحديدية في البحرين، دع القبة الحديدية الآن في الإمارات، مع وجود تعاون استخباري كبير بين هذه الدول مع إسرائيل، سنضبط الأمور وسنضبط إيقاع الأمور، لأن خطر الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة بشكل عام هو يكمن في الأمور والهجمات الجوية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وعلى هذا الأساس بهذه الخطة سيتمكنون من الحد من هذه المخاطر التي نتحدث عنها. وهذه التحركات أيضا هي لا تأتي فقط بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام من الشرق الأوسط على مستوى المنظومات الدفاعية وغيرها، بل بسبب ما يجري مع الاتفاق النووي. فالآن أصبحنا قريبين من نجاح الاتفاق النووي. في حالة نجاح هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال، وبغض النظر إن كان هنالك رفعا للعقوبات عن الحرس الثوري الإيراني من عدمه، فإن هذا الاتفاق النووي بحد ذاته سيوفر أموالا للحرس الثورية الإيراني، وسيوفر أموالا إلى الفصائل المسلحة في العراق وفي سوريا، وكذلك إلى حزب الله اللبناني، وحتى إلى جماعة الحوثي بحسب طبعا ما ذكرته التايمز أوف إسرائيل في صدد هذه المنظومات الدفاعية وفي هذا الحلف الذي نتحدث عنه، الذي هو طبعا متوقع بين الدول الشرق أوسطية وإسرائيل. وفي حالة فشل هذه الاتفاقية النووية بأي شكل من الأشكال، فالوضع سيكون خطرا، وقد يكون أخطر من نجاح قضية المفاوضات النووية والعودة إليها على كل هذه الدول التي نتحدث عنها. لذلك دعنا نكون مستعدين بهذه الخطة، بمنظومات القبة الحديدية، بهذه المشاركة الأمنية الكبيرة، لكل هذه السيناريوهات التي نراها بهذا الشكل. ولكن أيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه بأن إيران أيضا تستعد لهذه المواجهة بشكل كبير، حيث أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أعلن وأقر الموازنة وأخيرا لهذا العام، لعام 2022 الآن بشكل رسمي. وهذه الموازنة هي تستهدف وتهدف إلى الوصول إلى نمو بنسبة 8%، وكذلك إلى رفع الصادرات النفطية الموجودة في إيران إلى 1.2 مليون برميل للنفط في اليوم الواحد، وبسعر 60 دولارا. وبالتالي على هذا الأساس فإن قيمة هذه الموازنة أو الميزانية الإيرانية هي تصل إلى 50 مليار دولار، وهذه الميزانية بحد ذاتها بهذا المبلغ هي تعتبر أكثر من موازنة إيران في عام 2021 بنسبة 10%. وهنا القضية المثيرة، أن هذه الموازنة التي أقرها الآن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هي مبنية على أساس فشل المفاوضات النووية وأبقاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى العقوبات. وبالتالي لاحظ إيران في موقف قوي وقادرة على هذه المواجهة، بل زيادة هذه المواجهة مع هذه الدول ومع إسرائيل أينما ذهبت، إذا كانت إلى الخليج أو إلى أي دولة أخرى. وهذه طبعا
القضية يجب أن ننتبه أيضا إلى أن جوزيف بوريل وهو مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هذا الرجل أكد بأن الاتفاقية النووية حتى هذه اللحظة ليس هنالك تأكيدا بأن هنالك نجاحا إليها. كان من المفترض أن تنجح هذه الاتفاقية النووية مع إيران، ولكن روسيا هذه المرة هي التي أوقفت عملية الموافقة والعودة إلى الاتفاق النووي بسبب أن روسيا تحت ظل عقوبات قاسية، وهي لا تريد لإيران أن تصبح مصدرا للطاقة تستفيد ويستفيد منه العالم في ظل أنهم تحت عقوبات. يريدون وروسيا تريد أن يكون هنالك نفوذا لها في هذه المعركة التي نتحدث عنها، التي تخوضها طبعا مع أوكرانيا ومع حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت، ولكن أيضا قضية الهجمات على إيران والأصوات الموجودة في الكونغرس الأمريكي لم تنتهي. هذا الرجل ليندي جراهام وهو السيناتور الجمهوري المعروف في الكونغرس الأمريكي وجد بأن إن نجحت الاتفاقية النووية أو لم تنجح فإن هذا ولن يوقف إيران من الوصول إلى القنبلة النووية، وعلى هذا الأساس لا بد من ضربة إسرائيلية على المنشآت النووية في أي لحظة وفي أي وقت ممكن وفي أي فرصة سانحة. وهو تحدث عن ثلاثة خيارات بلقاء مع جويش إنسايدر، وهذا الذي قاله ليندي جراهام. الطريقة الوحيدة أو الطرق الوحيدة لوقف الطموحات النووية الإيرانية هي تغيير غير متوقع من قبل المرشد الأعلى أو الإطاحة بالنظام من الداخل أو توجيه ضربة إسرائيلية بدعم أمريكي ضد المنشآت النووية الإيرانية. على هذا الأساس نحن نرى بشكل واضح بأن الخيارات كبيرة بالنسبة لهذه الدول.